السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جديد اليوم جاتكم مع لعبة ماينكرافت. أول ما أبدأ الفيديو يعني إذا حدث لاج أو انقطاع يعني في الفيديو فقط ما من برنامج تصوير يعني خربان يعني بادي كام يعني فقط يعني راح أبدأ الموضوع يعني هذا موضوعنا يعني كما يعني ترون يعني في العنوان اكبر يعني بيت محمي في لعبة ماينكرافت بكامله يعني اكبر بيت محمي في ماينكرافت يعني محمي من الوحوش ومن الزومبي ومن كل شيء يعني فقط اللي يبي يحمل العالم يعني الرابط سوف تجدونه اسفل الفيديو فقط بعد ما تدخلون العالم اول شيء راح تترسبون في تحت هذه الشجره يعني كما ترون يقول لك هنا بودو كي هير يعني تذهب الى هذا السوق وتاخذ هذا المفتاح وتضغط قليل من صوت اللعبة فقط يعني عندما تدخلون يعني تدخل من هذا الباب يعني الباب هناك يعني ثلاث أبواب على ما أظن يعني فتغلقون الباب وعندما تذهبون مباشرة تجدون هذه الأربع لافتات يعني الأولى يعني يغلق الباب الأمامها كما ترون يعني عندما نضغط عليها يعني كما ترون الباب يبدأ بالإغلاق يعني أما الثانية كما البيت محمي كما ترون يعني حديد وهنا يعني هنا ثالث يعني إذا يعني جاء الليل فما عليك إلا الذقب واشتعل الأنوار يعني كما ترون وهذا الرابع يعني تعتبر يعني ينغلق الجسر يعني فنبدأ يعني بشرح يعني تذهبون الى المربع يعني باللون القاتم يعني مختلف عن الالوان الاخرى تذهبون اليه وتضغطون على هذا الزر فيقومون بازالتكم يقوم بازالكم الى الاسفل يعني تحت الارض فراح اشرح المكان يعني اول ما تدخلون يعني سوف تجدون ثلاث طرق يعني للمكان يعني جيد جدا يعني العالم جيد يعني المكان اللي يعني في اليمين تذهبون اليه وتجدون يعني مكان رائع يعني بملابس ودروع مختلفة فاذا يعني كنت حاب يعني تختار يعني احمر مالك الى تحويل هذا السهم هنا وايضا يعني السروال انا راح اختاره يعني اصفر يعني او عفوا اسفل هنا يعني وهذا يعني قميص راح اختاره يعني باللون البنفسجي يعني كما ترون والنظارات راح اختارها باللون الوردي ثم تدخلون الى هنا وتضغطون على هذا الزر فتنتظرون قليلا حتى تبدا يعني ال تأخذونها كما ترون تدخلونها وتضغطون يعني كما ترون يعني كما ترون يعني المود يعني او العالم رائع جدا يعني كما ترون
يعني فقط انتم يعني بماينكرافت العادية لن تجدون النظارات بل تجدون الخوذة، يعني فقط حملوا مودر HD، يعني لعبة تكون HD، يعني احنا جايين نشرح. فالطريق الوسط يعني ياخذكم الى مشروبات، يعني تقدر تختار يعني مشروب، يعني مثلا مشروب اللي هذا ما تضغط على الزر، ثم اذا يعني خلينا مشروب، و يعني كما ترون هنا يعني الدرع يمكنك يعني لباسه، وهنا يعني كما ترون يعني خلينا فاني كما ترون يعني موجود يعني جولد حديد ديامون، يعني كل شيء موجود هنا، فقط اذا يعني اخترنا يعني مثلا كما ترون ديامون مثلا الى هنا، فننتظر الان حتى يبدا يعني هنا يعني او عفوا تضغطون على هذا الزر اولا، ثم تذهبون الى الصندوق، ثم تنتظرون قليلا، يعني كما ترون يعني يبدا بتزايد 4-5، يعني كما ترون يعني فقط العالم يعني مره يعني جميل جدا، يعني اسف على اللاج، يعني اللاج شيء يعني ان انا محمد يعني مود 20 يعني HD كل شيء HD، يعني فقط يعني ما زالت هناك يعني اماكن اخرى، وجدت هناك اماكن اخرى يعني تحت الارض مدرعة ومحمية يعني بالليزر وبكل شيء يعني بالانذارات، فقط يعني انا راح اخلي الباقي لكم، راح اخلي الباقي لكم يعني عفوا راح اخلي الباقي لكم يعني تكتشفون الاخر لكم، يعني كما ترون ايضا يعني نستطيع يعني فوق يعني المود يعني مرة روعة، يعني العالم مرة روعة، يعني كما ترون تشتعل الأضواء يعني بنفسها، يعني مرة روعة، يعني نسيت خطوة يعني هنا، يعني عفوا يعني هنا إذا أتيت هنا تضغط على هذا الزر كما ترون يفتح، ثم تعد الضغط على الزر يعني يمنع مرور الوحوش والزومبي، يعني مود يعني او عالم مره جميل جدا، يعني هنا في هذا المكان تضغط على هذا الزر، يعني فانا راح اوريكم يعني المكان اللي تحت يعني بالليزر وبالإنذارات، يعني كما ترون وصلنا الى المكان هنا، يقول لك put the key here، يعني فقط نحذر هنا ما على ما اظن يعني ينفتح هذا الليزر او ما اظن او هنا، نحط هنا ثم نضغط على ما اظن راح يفتح، يلا يا حبيبي يلا، يعني راح ندخل يعني انا يعني عادي، يعني كما ترون اذا دخل وحش يعني كما ترون اسهم يعني راح يموت، يعني اذا كنت تلعب سيرفايفر مود او في سيرفر راح تموت او يموت العدو، يعني كما ترون مود مرة رائع جدا، يعني فقط اللعبة يعني او العالم مرة جميل، يعني فقط في ثانية او 5 ثواني في اسفل، يعني كما ترون 64 سهم 64 يعني في تزايد كما ترون، يعني فقط يعني كما قلت لكم يعني كما قلت لكم يعني بتحمي اسفل الفيديو، والمود يعني مرة روعة، يعني فقط اذا اعجبك هذا الفيديو فلا تنسى تدخل علينا بالضغط على الزر لايك وسبسكرايب، فنلتقي في حلقة اخرى مع مودات جديدة.